أخصائية النطق واللغة صفاء البستنجي رح تكون معانا لتحكي لنا عن الأسباب البيئية في بتسوي مشاكل عند الأطفال صح؟ نعم. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ جود. يعني احنا بنحكي أسباب بيئية، يعني منلخصها مثلا بإيش؟ بتلفزيون، بكمبيوتر، بمحيط العائلة، بالبيت، بإيش منلخصها؟ المحيط اللي حوالين الطفل، يعني كل شيء بتعلق ببيت الطفل أو المحيط اللي بتعرض له بشكل عام، بيئته يعني بيئته. منزله. أها. يعني بنحكي التلفزيون ممكن يؤدي الى خلل في بيئه الطفل، في لغته، في يعني خصوصا الاطفال اللي بيجلسوا اوقات كثيره من اكيد اكيد. هلا احنا مثلا التلفزيون سلاح ذو حدين، اذا احنا تعاملنا معه بطريقه سليمه ما بياثر سلبا، بس اذا تعاملنا معه او خلينا الطفل يتعرض له لساعات طويله اكيد هو حيخلي فيه مشاكل بالتواصل عند الطفل. يعني كيف يعني؟ انه بطل يحكي مع اهله، بضل كل وقت منشغل بعقله، يعني هو بتلقى بس ما بيرسل يعني؟ بالضبط، هو بصير متلقي، بحفظ كثير، بحفظ اغاني كثير، بقضي كل اوقاته تقريبا عند شاشه التلفزيون. بس بيصيروا يقولوا لك الاهل بهذاك كثير، شوفوا حافظ كل شيء، عنده معلومات. بالضبط، هو حافظ بس مش عم بيعبر او مش عم بيستخدمه صح، يعني الفكره انه هو بحفظ وبتعبى، يعني زي مثلا بتمسكي اي شيء فاضي وتعبيه. وهذا صفاء بيأثر عليه بس يكبر، انه حتى يوقف قدام ناس يحكي بالصف ممكن كمان، لانه بصفي انه هو بخاف يوقف قدام حدا، هو بس بيحكي لحاله، هو يعني بيحكي مع التلفزيون، بيحكي مع الكمبيوتر، لكن قدام ناس يجوا اهل، يجوا اصحاب، يجي هيك بتلاقيه حاله يمكن انزوى. هلا ممكن يكون ادكشن في لحظه، يعني ادمان، انه طفل، في ناس عم بيحكوا لي انه اطفالهم من الساعه 8 الصبح للساعه 10 بالليل بس فاتحين على قنوات محدده، قنوات اطفال محدده، بس بضلوا ياخذوا هالمعلومات وهالاغاني ويسمعوا بهالبرامج اللي اصلا معظمها مش مبني على اساس علمي. يعني هلا بالنسبه للاهل مكيفين انه الولد قاعد بالبيت قدام التلفزيون، مكيفين، بس مش عارفين ايش النتائج بعدين اللي مترتبه على هذا الحكي. بالضبط، خصوصا انه ما بصير في عنده اختلاط مع الناس، بصير بيهاب الناس. اكيد اكيد، يعني هلا معظم الاطفال اللي بتعرضوا للتلفزيون لساعات طويله ما فيش عنصر ثاني يتلقى، يعني اللي يتلقاه يعني يسقطوا عليه او يحكي مع حدا، او حتى معظم الاهالي، في كثير امهات بيرتاحوا انه الولد هيو على التلفزيون وساكت ومرتاح وبياكل، بس الطفل مطلوب منه اكثر من هيك. يعني هلا مثلا انا دائما بحب انه الاهل يكونوا بساعات وجود الطفل على التلفزيون يكونوا موجودين، يعني يختاروا البرامج اللي بتعرض لها تكون مناسبه لعمره اللغوي، لعمره الاجتماعي، لعمره العقلي، كل الأشياء يحطوها بالاعتبارات تبعتهم، لأنه فيها هلأ برامج مثلا بس بغرض أنه يتفرج على إشي بس مش مبنية على أي أساس علمي. هلأ شغلة تانية، أنه الأهل لما يكونوا موجودين فيهم يواجهوا الطفل، فيهم كمان يتعاملوا مع هذا الإشي على أساس أنه أداة تواصل، بيصيروا يشرحوا له، يحكوا له، بيصيروا يسألوا. بالضبط، فبصير تبادل أدوار وبصير كلام وبصير حكي على برنامج التلفزيون. في أهل بالبيت زي يعني بيكونوا مثلا كتير، خلينا نقول ملتهيين، الأب والأم بيشتغلوا كتير، ممكن يكونوا بمناصب كتير مهمة، سيريس، جديين بحياتهم، ما في لغة مع أطفالهم، ما فيش تواصل، فيش تواصل، فيش لغة، يعني بس ممكن صباح الخير، مساء الخير، درست بدي مصروف، هاي مصروف، غير هيك ما في. لسه هذا إذا طفل أكبر، بس إذا أصغر فيش تواصل أكتر، يعني في كتير أطفال بصير تواصله مع اللي بيشتغل تشتغل عنده أكثر من تواصله مع أهله. أكيد أكيد. هلأ اللغة بتختلف. بالضبط، هلأ بصفي عنا أشيين سلبيين في البيئة تبعته، فيش تواصل مع حدا أكبر منه، فيش حدا بيحكي معاه، فيش حدا عم بيستفز اللغة عنده تتطور. شغلة تانية، ونس إنه حكى مع الموجود عنده في البيت اللي بترعاه ممكن تكون بالأغلب يعني 90% إلى 95% حتكون هي من جنسية مش عربية، مش عم تنطق اللغة العربية بطريقة سليمة، فبهاي الحالة ما فيش موديل سليم للغة، فهو في حالة إنه بتواصل مع حدا بيكون حدا ما عم بعطيه اللغة بطريقة سليمة. حتى في مرة واحد من الأطفال كنا عم نعمل سكرينينج بمدرسة، اللي صار إنه البنت كانت بنت بالروضة، ولا حدا بالمدرسة بفهم عليها ولا معلمتها ولا كذا، كنا نحن عم بنشوف مشاكل اللغة ومشاكل الكلام عند الأطفال، بتحكي سرياني، كانت تتكلم سرياني. فهي الموديل تبعتها كانت الشغالة في البيت بتتكلم سرياني، بس الأم كانت تشتغل ساعات طويلة والأب برضو مسافر، فكان فيش تواصل مع الطفلة، فطبيعي أنها تتكلم اللغة اللي بتنحكى معها. قلة النشاطات اللي بنعملها خارج المنزل للأطفال بتأدي كمان؟ هلأ شوفي كيف، هلأ زمان لما الأطفال زمان كانوا يتعرضوا لبيئات غير بيئة المنزل، كانوا يطلعوا يلعبوا بالشارع، يلعبوا بالحجار، بالتراب، يلعبوا بكل الأماكن، يروحوا بيت جدهم، بس هلأ مثلا البيئة كتير محدودة، فإنه الطفل إذا الأهل ما بيعملوا له برامج عشان يتطور لغويا واجتماعيا برا البيت ما عم بتطور، ما نركنش بس على البيت،
يعني نشاطات مش ضروري تكون ترفيهية، ممكن تكون كمان نشاطات ثقافية تعليمية. ثقافية ترفيهية هلأ في كتير برامج عم بتصير، هلأ مثلا بالصيف في كتير برامج عم بتصير الهدف منها أنه يتطور الطفل اجتماعيا، يتطور من التواصل تبعه، يتطور النطق واللغة عنده، كتير في منها وكتير في منها مفيدة والأهل فيهم ينطقوا اللي بيناسبهم. كمان في حتى منها مش بالضرورة أنها تكون مثلا تكلفتها المالية كتير عالية. هلأ الأهل ممكن هم من يعملوا هذا البرامج لأولادهم، مع أولاد اللي مثلا صاحبتي عندها أولاد بهذا العمر، أنا بخلط أولادي مع أولادها، نفس الشيء أختي، نفس الشيء أي أطفال بهذا العمر بمحيط الطفل أنا فيه أستغلهم عشان يتطوروا كل الأطفال بالناحية التواصل، لأنه الطفل أكثر شيء بتعلم اللغة من مع وجود حدا تاني يستفزه يتكلم أو يستفزه يعبر. الأطفال اللي بيكونوا مثلا عانوا من مرض معين وقعدوا بالمستشفى لفترة طويلة، برضو الأهل أولها بروحوا وبيجوا بعدين بصير يخف لأنه في عندهم بصفوا قاعدين لحالهم ما بيحكوا كتير، يعني الممرضة بتفوت تعطي شوية هيك دواء بتعطي شوية حنان، بس إنه برضو بيأثر عليه على أكيد بيأثر على تواصله. معظمهم اللي هلأ مثلا لما يجيني أي طفل بسأل إذا تعرض ل أو يعني كان هلأ الشهر بعمر الطفل بيعني كتير، فإذا الطفل يعني كان بالمستشفى لمدة شهر فرضا هذا بيعني أنه راح عليه كتير من المعرفة وراح عليه كتير من التواصل راح عليه كتير من الخبرات اللي أي طفل بعمره بتعرض لها. أنا بحكي أنه الطفل سليم، إدراكه سليم، عمره العقلي سليم، كل إشي فيه سليم، بس خبراته صفت محدودة لأنه كان في عنده مشكلة ضل بالمستشفى. حتى مثلا بعد أنه المستشفى ممكن يكون هذا فترة الألام وفترة هذا نخليه إحنا نكون خايفين عليه فما نطلعه ونعرضه لهاي الخبرات. هاي شغلة هلأ مثلا برا بكل مستشفى بالذات مستشفيات الأطفال ومستشفيات مثلا الأطفال بيضطروا يعني بيكونوا موجودين فيها لفترات طويلة زي اللي بيكون عندهم مرض السرطان وهيك، لازم يكون بالمستشفى أخصائي نطقوا لغة وأخصائيين تربويين على أساس يكونوا مشرفين على كيف الألعاب اللي بتتعامل فيها الأطفال على أساس برضو يضلها البيئة مثيرة لغويا مثيرة اجتماعيا لإلهم. الأهل اللي أوفر بروتكشن بيكونوا على أولادهم، يعني بخافوا عليهم، بحبوش يطلعوا، بحبوش حتى يمكن حتى يجي عندهم ناس على البيت إنه لا بلاش ويقعدوا يضروا، برضه بيأثر. طبعاً بيأثر هذا الشيء لأنه برضه نفس الشيء إحنا الطفل بنخليه يعني متقوقع، بنخليه بمكانه، بنخليه هو إحنا حصرنا مجتمعه بأنفسنا، الأب والأم حصروا مجتمع هذا الطفل بالأب والأم، فهو ما تعرض لخبرات، ما تعاملش مع أشخاص برا البيت، ما تعاملش حتى الأشخاص اللي بيجوا عنده على البيت هو ما تعامل معهم، فهي برضو مشكلة. يعني هلأ الفكرة الأساسية من أنه الطفل لازم يتعرض لكل الخبرات لكل المجتمعات لكل الأماكن اللي بتستفزه اجتماعيا وبتستفز التواصل عنده عشان يتطور لغويا حتى إدراكه بيتطور. هلأ الطفل اللي بيكون موجود في بيئة جدا محدودة كتير إدراكه رح يكون محدود أكتر من الطفل الموجود ببيئة منفتحة وبتعرضه لخبرات وبيحكوا معاه وبتواصلوا معاه وبيلعب مع أطفال بعمره يعني وشايف كتير. تعديل هاي البيئة صعب؟ أبدا مش صعب، في كتير ناس كانوا يجوا بس ونس إنه عدلنا البيئة عملنا واحد اثنين ثلاثة الطفل بتطور، حتى دراماتيكال في منهم بتطوروا، يعني شهر اثنين ثلاثة الطفل خلص بطل بده جلسات، بطل بده علاج، بطل بده تدخل، لأنه الأهل نفسهم عدلوا البيئة، عملوا كنترول على التلفزيون، عملوا كنترول على الإنترنت، على هلأ السمارت فونز كمان، كل هاي الأشياء صفت، أوكي أنا مع إنه الطفل يلعبها لأنها أكيد إلها غرض وإلها غرض تواصلي، بس محدودة، لازم تكون ضمن فترات محددة، يعني أنا ابني ما بخليه على التلفزيون 12 ساعة، ساعة ساعتين زيادة. بالضبط. بس تقدري هلا واحد يقدر يعمل كنترول على أولاده؟ في كتير بيعملوا كنترول. وعندي كمان في كتير خصوصا إذا كانت الأم والأب بيشتغلوا. هلا شوفي شغله، هلا الاب والام لازم يكون في ستاندرد في البيت، يعني لازم يكون ولا لا، يعني انه هلا لما احكي يعني مش انه الاثنين لازم يكونوا ماشيين على ستريم واحد وعلى هدف واحد. انا لما احكي لابني مثلا الاب يحكي انه هلا ما في تلفزيون، الام لازم كمان تحكي ما في تلفزيون لانه هلا خلص هلا ما في تلفزيون، فهو لازم يكون هذا الشيء محدود بالذات انه هلا مثلا برامج الاطفال في الاهل ينطقوا اللي مناسب لعمر الطفل اللي هم بيشوفوه مناسب اللي بيضيف له. هلا كمان في مثلا ترند البرامج الاطفال اللي كثير فيها من انيميشن، يعني بتكون البطاطا بتحكي والهذا، في اطفال صعب عليهم لسه هو ما عنده يعني ما في شو يتخيل انه البطاطا بتحكي، فهذا الشيء برضه لا انا في عمر معين لا لازم اعطي الاولاد شيء هم من يستوعبوه. حلو يمكن لو انه في وجبه
وجبة باليوم تكون الأهل كلهم مجتمعين مع أطفالهم عليها هاي الوجبة، أظن هذه بتغطي كل العيوب اللي بتصير خلال النهار. أكيد، وخصوصا هاي لما يكون قاعدين مش بس إنه بناكل ونطلع بالصحن وإحنا بناكله بس، صح. لا، إنه هي الوجبة تقعد تمتد لنص ساعة 45 دقيقة، كل واحد يحكي شو عمل الأطفال، شو بلاقوا الأهل، شو بنصحوا. طبعاً يعني هاي أظن جزء أساسي من البيئة السليمة للطفل وللأهل، مش بس حتى مثلا أي إشي. أي يعني هلأ مثلا طفل عمره 4 سنين، كل الأشياء اللي بعرفها أو المفروض يعرفها مجردة، يعني أشياء ملموسة لازم يحسها. فتخيلي أنت كمية الأشياء الممكن يعرفها هو في وقت الطعام، يعني إنه مثلا الأكل، الألوان، الأشكال، في كتير أشكال على الطاولة رح تكون، في كتير ألوان رح تكون، في كتير مكون يعني أشياء يعني مثلا موجودات في البيت هو ممكن يعرفها. حتى بيئة البيت يعني ممكن تكون كتير مثيرة، بس إحنا نخليها مثيرة، إحنا نتعامل معها بطريقة سليمة. يعني في معنا أم علاء على الخط، خلينا نأخذها. أم علاء، هلو أم علاء. أم علاء راحت. صفاء، أي عمر هذا اللي إحنا بنحكي عنه اللي بتجاوب معنا وأكيد يعني الأصغر مش الأكبر، يعني من أي عمر لأي عمر؟ أنا الحلقة الماضية حكيت أنه من عمر 3 شهور مفروض يكون في تفاعل، يعني في تواصل فعال بين الطفل. طبعا بحس في كتير مهارات حكينا عنها الأسبوع الماضي، أنه هي مهارات غير لفظية المفروض الطفل يتعامل فيها يعني، أو يطورها، أو الأهل يستغلوها، يستغلوا أنه هلأ مستعد لأنه يتمكن من هاي المهارة. فالطفل من أول ما ينوجد، من أول ما ينولد سوري، بيكون مستعد للتواصل، بنوجد بالحياة. طبعا، فإنه بهاي الحالة هو مستعد أصلا يتطور، يعني مستعد، بيكون عنده استعداد يتطور، بس أنا أستغل اللحظة وأستغل الموقف. وضلك متابع الواحد يعني، إذا من 3 أشهر الطفل بحس بهذا الإشي، لما أنت يصير عمره 2 و3 و4 شوف قديش بده يكون. يعني الطفل هو بطن أمه بسمع، فهو بطن أمه بسمع، لما يطلع على الحياة بيكون بيميز صوت أمه من كل الأصوات المحيطة، وبيميز المذر لانجوج، يعني بيميز اللغة الأم، اللغة اللي كانت أمه تحكي معاه فيها. فتخيلي إنه هو مستعد يعني إنه يتطور لغويا ويتطور تواصله. رجعت أم علاء، خلينا نشوف. أم علاء، هلا، صباح الخير. يسعد صباحك يا أم علاء، كيفك يا هلا؟ أهلين يا هلا. بصبح الصبية اللي معاكي، بعرفش صري إيش اسمها. صفاء البستنجي. صفاء البستنجي، أخصائية نطق ولغة. اهلا وسهلا. انا بنتي عندها تاخر نطق، وكانت بمدرسه تربيه خاصه، فهي لها سنه صار عندها شحنات كهرباء ورفضوا المدرسه يستقبلوها، فهي لها سنه قاعده بالبيت. اوكي، هلا في عندك بتعاني من مشكله؟ انا بدي احكي بس يعني هي مداخله بسيطه، انه في مدارس قد ايه الاهل بيتعبوا على اولادهم مشان تطور اللغه، بس بنفس الوقت المدارس ما بتتعاون. صح، بالضبط، ما بتتعاون لانه ما بدها تجيب اخصائيين. يمكن ما بتتعاون ابدا، يعني انا بنتي فرضا انا بشتغل، بناتي بالجامعه، بضطر مرات اني انا اخليها لحالها بالبيت وما بسالها شيء يسليها غير يا النت يا التلفزيون، حتى يعني أماكن يروحوا يتسلوا فيها، يغيروا جو، يتعرفوا على ناس زيهم برضو ما في. يعني جلالة الملك قديه حكى على مراكز التربية الخاصة وقديش لازم نكون متعاونين، إحنا قديه بنتعب على أولادنا ومراكز التربية الخاصة ما بتستقبل. يعني كم عمرها البنات؟ يعني ما بده حدا يتحمل المسؤولية. أم علاء، قديه عمرها بنتك؟ عمرها 13 سنة وعمر عقلها 6 سنين. تمشي؟ كل إشي أمورها طبيعي، بس هي بتجيها شحنات غير حقيقية نفسية، فأنا كنت أشتغل طول السنة إني أرجعها على المدرسة، أعملها صحبات، أحاول إني أخدها، ما في تعاون من أي حدا. طيب، وأنت شو عم بتساوي لها هلأ؟ أنا هلأ بس هي بالبيت، تركتي بحاول أنا يعني تقضي وقت يعني معها؟ على مسبح ما بيقبلوها لأنه عندها شحنات كهرباء. يعني أي شيء أنا بحاول أعملها إياه ما عم يزبط معي. لا، هو أظن رح يزبط، بس إنه بده صبر كمان. بالضبط، أكيد. يعني أنا يعني عمالي بقولك بنتي عمرها 13، فتخيلي أنا كم الأشياء اللي أنا بحاول، يعني تخيلي أنا هلأ بجيب لها خرز بالبيت، إشي تعمل، إشي تطلع في غير التلفزيون. خلينا نسمع من صفاء شو رأيها.
هلا بهذا العمر بانها عمرها 13 سنه مفروض وعمرها العقلي 6 سنين. هلا انا من الاطفال اللي اشتغلت معهم انه كنا ندور على اهالي، هدول الاهالي بيكون عندهم طفله او طفل بنفس المشكله، بالاغلب نفس الجنس، يعني اذا مثلا بنت بندور على اهالي عندهم نفس البنت او بنت عندها مشكله، ونعمل برامج مشتركه على اساس يكون في برنامج اسبوعي لهم، ممكن يكون ساعتين بالاسبوع، يعني الام تعمل برنامج مش بالضروره مدرسه. يعني انا مثلا انا مش مع فكره مدارس التربيه الخاصه اصلا، يعني اذا في تدخل مبكر بمعظم الحالات والاهل اشتغلوا على صغر مع الطفل ان شاء الله ما في حاجه انه يكون بمدرسه تربيه خاصه، هذا اذا وعيوا للمشكله من صغر، بس في حالات معينه ضروري انه يكون في تدخل من مركز تربيه خاصه. بس انا ضد انه الطفل يكون مدموج مع كل الاطفال اللي عندهم مشاكل، يعني الطفل لازم يكون في بيئه تعطيه مش ترجعه لورا، يعني الطفل عشان يتطور اجتماعيا ولغويا واكاديميا وكل مهاراته تتطور بده يكون مع بيئه او موديل سليم، موديل اطفال او ناس واشخاص هدول بيكون عندهم مهارات احسن منه عشان يتعلم منهم، مش مهارات مش احسن منهم. بس عشان مش قابلين مدارس خاصه مش يعني مختصه بهاي الحالات ما بيقبلوا، بس ما بالك مدارس عاديه طلاب، حتى احنا عندنا الوعي مش موجود، مش موجود بين الوعي الاطفال أكيد. نفسهم يعني لو انت زي هاي الطفله راحت مع مدرسه عاديه الاولاد راح يعملوها مسخره فعليا، راح يعملوها هيك راح يضحكوا عليها، مش بس الاولاد يعني هو برضه الاتيتيود تبع المدرسه بيكون لا حتى لو الاتيتيود تبع المدرسه منيح يعني هلا يمكن كتير منيح لا بيكونوا موعين تلاميذهم، لكن فعليا التلاميذ بين بعضهم راح يصيروا بالعكس، يمكن راح تكون تدخل بمشكله تطلع باربعه من المستشفى بالمدرسه. بس هلا انا مثلا نصيحتي للام انها تعمل برنامج خاص لها، البرنامج يكون فيه يعني تستغل اخواتها، تستغل اذا بتعرف اهالي برضه عندهم طفله بنفس المشكله او طفله مهاراتها نفس مهاراتها، ممكن يطلعوا يعملوا شيء برا البيت، يلعبوا برا البيت، في كتير اماكن ممكن تساعدهم حتى لو كانت الاماكن محدوده، بس اذا كانت الفكره موجوده ممكن تتحسن. يعني تعرف شو بتحب انت، هلا كمان في كمان التأهيل المهني، ممكن هي بتحب ترسم، ممكن هي بتحب تلون، ممكن هي بتحب تعمل اي نشاط. هلا الطفل لما يعرف لما نعطيه شيء ضمن حدود امكانياته هو بيعرف يعمل هاي الشغله، نفسيته حتى بتتحسن لانه بحس حاله بينجز. فاحنا اذا استغلينا مصادر يعني مناطق القوه عند هاي الطفله او عند اي طفل، نحن بنستغل الاحسن يعني بنطلع الاحسن عنده. طيب بدي أسألك بس آخر سؤال صفاء، إنه إذا في بالبيت أكثر من لغة، يعني الأم أجنبية شغالة لغتها غير عن الأم، الأب لغته غير عن الأم والشغالة، بتأثر الطفل؟ طبعا بتأثر، بس أهم إشي إنه الطفل يعني بيستوعب. طبعا بيستوعب، بيستوعب ثلاث لغات يمكن، ممكن بيستوعب أكثر، بس كيف أنا بعطيه اللغة؟ يعني هلأ في عنا ترند إنه الأهل بيحكوا ميكس، انه بيحكوا عربي كلمه عربي كلمه انجليزي كلمه عربي كلمه انجليزي، انا ما بتاثر فيها لانه انا عندي بيست عربي كتير كويس او عندي المذر لانجويج تبعتي الحمد لله ما عنديش مشاكل باللغه. بس اي طفل هو لغته لسه مش متكمله، فهو المشكله انه مثلا بتحكي معه عربي هون وانجليزي هون والام جنسيه ثالثه مثلا فرنسيه واتسوايفر، بهاي الحاله شو اللي بيصير عند الطفل؟ بيصير عنده بيخلط قواعد اللغه هون مختلفه عن هون، فبيصير يخلط بيطلع عنده جمله مش متكامله. هلا هاي المشكله بعدين بالمدرسه بعد يعني بتكبر، فهو لا عشان نشتغل له على لغه. هلا في مثلا في شغله انا بحبها بكثير مدارس، لما بدهم يعلموا الطفل لغتين بتكون اللي بيحكوا عربي اشخاص محدودين واللي بيحكوا انجليزي اشخاص محدودين، واللي بيحكي مع عربي ما بيحكي مع انجليزي، فهذا هو بربط اللغه بشخص، فبهاي الحاله بيعمل سويتش لما يحكي مع هذا الشخص بيحكي لغه تانية. في كمان اهالي بيستنوا، هلا الاطفال عندنا معظمهم بيروح على الحضانه بيروح على المدرسه او الكيجي خلينا نحكي بعمر 3 و4 سنين، فخلينا نعمل له لغه منيحه لغه الام تبعته يعني لغه اللغه العربيه خلينا نحكي، بعدين نستنى لدور المدرسه، المدرسه بتعمل له انجليزي كتير كويس، بس انه نعلمه عربي انجليزي بطريقه مش سليمه احنا بنضيع عليه العربي والانجليزي. صفاء البستنجي اخصائيه نطق ولغه، شكرا كثير لك. اوكي اهلين.